حلب. يا مدينة الخير والجمال، يا مدينة الحب للأنام، يا من تتوشحين وشاح العزة وتتيهين بفخر ودلال، معتقة أنت كلما لامست منك ماضيا، وقلت هنا البداية ضحكت سرا، وقلت تمهل لم تكتشف بعد شيء، وأزحت اللثام عن ماض أعمق وأجمل. لله درك يا حلب، أي الكنوز تخبئين، وبقلبي المضن المشتاق ماذا تفعلين؟ ها أنت اليوم تزيحين الستار عن سر جديد من أسرارك، تمسكين بقلبي وتقودينه إلى حي العقبة، ليقف مشدودا مأخوذا، يقف وجها لوجه أمام صقر يطير ولا يطير، قرطاس قديم يقرأ فيه كل تاريخك أيتها الغالية، يعبق المكان برائحة المجد القديم، وتعتريني من سناه بارقة، تأخذ اللب مني لواد من حنين، فأعود للقرطاس أتتبع سطوره وأقتفي حروفه، عله يشفي سقمي الحاضر ويداوي لواعج يومي العليل. أقرأ في السطور إنها عقبة المنذر، لأن المناذرة هم أول من سكنها بعد الفتح الإسلامي، لكن ماضيها يعود لأبعد من ذلك بكثير، هي محلة حلب الأولى منذ 3400 سنة، كما تشير الدراسات المتوافرة عنها والشواهد التاريخية المتاحة، فالأعمدة البازلتية والكلسية المنتشرة في أرجاء الحي، والكتابة الهيروغليفية الموجودة على النصب البازلتي من الجدار الجنوبي لجامع القيقان في الحي، والذي يعود للقرن 14 قبل ميلاد المسيح عليه السلام، تثبت قدم الحي وتدل على وجود تجمع سكني فيه يعود لفترة الحكم الحثي، ولعل وقوع الحي إلى جانب نهر قويق يوم كان غزير المياه هو ما دفع الناس للتواجد فيه والتجمع حوله. وفي القرن 14 قبل الميلاد، وفي عهد الإسكندر المقدوني، حين أصبحت حلب ضمن إمبراطوريته الواسعة، قام خليفته سلوقس نيكاتور ببناء الشارع المستقيم الممتد من بداية العقبة والمترامي على طرفها الجنوبي، ولا يزال ذلك الطريق قائما حتى اليوم. وحين جاء المسلمون قبل 1400 عام ليحرروا حلب من الحكم الروماني البيزنطي، دخلوا المدينة من جهة باب طاكية وأراحوا أتراسهم هناك،
فبني في موقعهم فيما بعد جامع التروس أو الشعيبية، وكان أول جامع اختطه المسلمون في محلة العقبة، لتغدو بعدها العقبة مسكناً لحكام حلب منذ بداية العهود الإسلامية. وعلى الرغم من ظاهر ملوحة مياهها لارتفاعها وصعوبة وصول مياه قناة حيلان لها، إلا أن فيها سراً عجيباً جعل قلوب الناس تأوي إليها وتهوى المقام بها، ولو اعتمدت في شربها على مياه الأمطار. فكان الفضل بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس ممن آثر السكن فيها، وكذلك حاكم حلب سابق بن محمود بن صالح مرداس عام 68 هجري، كما سكنها أيضا الصفي بن المنذر ناظر حلب في عهد الظاهر غازي، وقد بنى فيها حماما يعرف بحمام البزدار، التي لا تزال قائمة إلى اليوم تحكي حكايات من مروا فيها، كما كانت محلة العقبة الممتدة جنوبا على طول سوق الهوى من باب طاكية إلى جامع البهرمية، والمحددة شرقا بزقاق الميخانات، وشمالاً ببوابة قيس، وغرباً بجادة الخانات، وراء السور الممتد من باب طاكية إلى باب جنين. وكانت مأوى للأرمن المهجرين بأعداد كبيرة إلى حلب، فتحت لهم دورها الواسعة ليعيشوا بها عزاً وكرامة، كما عاش فيها الأتراك الذين نفوا من تركيا، وحتى أطفال الأتراك الذين فقدوا آباءهم وجدوا فيها دوراً للأيتام تحنو عليهم وترعاهم. ولا تزال العقبة عامرة بسكانها الأصليين مثل آل واعظ وآل طرابلسي وآل مهروسة وآل سابا المسيحيين، تقدم نموذجا للتعايش الحضاري المشترك، ولا يكاد يخلو شبر من أروقتها إلا وفيه معلم وحكاية. فمن جامع الخواجة وحمامه إلى جامع الكيزاوي، ومن خان كامل والزاوية الكمالية إلى مسجد الأربعين في زقاق الأربعين، الذي يضم في قبليته مقام الأربعين وبئراً يعتقد بنفع مائها، ومن سبيل زيدان وسبيل العصافير إلى خانقاه ابن التنبي، ومن خان فركلوس إلى خان التتن القديم. كل حجر في معالمها يروي لك قصة وتاريخا، ويحدثك بخبر ما كان ومن كان. ويأتي الظلم الأحمق اليوم والجهل الأعمى ليقصف الحي، ليقتل ويدمر، ليبكي التاريخ سطوره التي تمحى.
ويبكي الحي أبناءه الذين يفارقونه موتا أو نزوحا يوما إثر يوم، لكنه يبقى متمسكا بالأرض كطائر جريح يأبى الرحيل، يضم جناحيه على العقبة قلب حلب ولبها. وما أدراك ما العقبة؟ فك من أسر وإطعام في يوم جوع ومسغبة، يتيما من أهل ذا مقربة أو مسكينا لكن ذا متربة. كريم أيها الحي، كريم أيها الحي العريق، كريم أبي كنت ولا زلت. نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. But then I'll